وصلنا التلفريك الان راح نطلع هذا لا 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 هذا تلفريك انا ايش فور مي ايش انت خلاص زبطتنا كفو والله كفو على الان على التلفريك يقول فور مي خلاص انا كذا ارتحت اني طلعتكم على التلفريك والله ما بغينا نطلع ما شاء الله لا لا قطار موت دا ولا تلفريك يا فحان الان بنصعد الاعلى قمه ما شاء الله نبي عانق السحر هنا سوف أقف احتراما وإجلالا وتقديرا لروعة هذا المنظر تدري لو وصلنا فوق شوف ذا الجدار واحد سالب تحت الصفر سبحان الله باقي الدور الثاني هذه رحلة ثانية بتلفريك ثاني طلعنا الدور الأعلى بين السحب بشكل بنطلع المنطقة ثلج كلها يا فعليا انعدام الرؤية تماما اوه انها الساحرة يا ابو اميرة انها الفاتنة ما عاد يشوف شيء هذا سناو شوف ثلج انت بزحاليق هنا يا حبيبي والله زحاليق انتبه والله ثلج والله هذه زحليق بغيت اطيح انا يلا مشينا لا ما وصلنا تمهل 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 حبايب القلب نروح الحمام تو قبل شوي واستقبلتنا هالطيبه معصبه تقول لازم تدفع فلوس عشان تدخل الحمام تم البحث طيب اعطيني ابتسامه عشان اعطيك قالت انا ما تهمني الابتسامه تهمني دراهم قلت نعطيك الدراهم بس اعطيني ابتسامه بس سمايل قول لي سمايل اي جيف يو ايفرثينج الله يا الجو يا جماعة الخير هنا وضوح يا جماعة على كاسة شاهي سبحان الله ما أبدا شيء أبيض تشوفون سبحان الله الناس اللي جالسة تتصور الأجواء جدا جميلة تدرون ايش اشتهيت بهالجو البارد تخيلوا ايش تتذكرون أو تتذكر تعرفون السحلب مين يعرف السحلب؟ اشتهيت السحلب كنت زمان أيام اسكندرية أيام الشتاء أنزل على البحر وأطلب واحد سحلب يا الله هذاك السحلب أيام الطفولة خلني أقول كان عندي يسوى مليار إي والله الله يذكر ذيك الأيام بالخير صادفت هذول الناس الحين وأسألهم إيش هذه اللي في يديكم صراحة أنا ماني عارف وش سألتهم وما يعرفون يتكلمون إنجليزي فقالوا راح نترجم ونعلمك استنوا الترجمة قاعدين ترجمون بحلوف أبو زهرة والبنية تشتكي من حتى العصافير ما يا أبو عبد الله الشجر كيف متجمد سبحان خلق تقول انك في فريزر وات يا توماس وات ايش او ماي جاد هاو ماني ايس يقول شوف كم الايس هنا والله يا سبحان الله والله حني ثلجت give him bread اس 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 we don't have fries اسكت Why he don't discourage? بس ذا مو بعصفور. شوفوا عبد الله يحاول الآن يصيد العصفور. What up? لا إله إلا الله. Yeah.
هاو اصبر. يقولون ليش مرضانين وتمرضون وتعبون؟ يا ولد برد هنا قسما بالله. شلون عيوني ثلجت فحان. قال الا ينزل جوه هناك. نزلت معاه شوي وما عاد قدرت اكمل والله. برجع الدفة. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 في القلب صبر ولا في اليد حيلة. هاي ذكرتني في بيوت الديرة عندنا بيوت الحجر. سبحان الله. ويقولون ليش تمرضون وليش برد يا ولد اقسم بالله العظيم. اني ذبحني البرد. هذا ثاني ولا ثالث فنجان شاي ياخذ. يا جماعة الخير في حان ذا ما ادري وين راح. التلفليك حقنا تطلع رحلتنا الحين اخر 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 ترب الساعة بعد شوي. وذا الرجال ما اشوفه ما هو فيه. وانا قاعد استناه صار لي الحين يمكن نص ساعة. انا طلعت اخذ شاهي بردت ما عندي جاكيت. ذبحني البرد. ما ادري وين الرجال مختفي يا ولد ما ادري وين. الله يصلحه. يا فرحان فرحان عبد الله. لا اله الا الله ما ادري وين اختفى. الله يصلحه. اخذت الملابس حق توماس عشان اروح ادور ابو عبد الله. يا ولد ماني لاقيه والله ما في امل القاه. الله يكفي. يا ابو عبد الله يا فرحان. برات بلا هموخا يا سكزان دفايتي كفايري نا بوليس يا بلات وي نيد هيلب كمان وي كان ناس باين ذا من ذا ماونتن سمول بروبلم. هلو بوليس. يا جماعة الخير والله باقي ما لقيناه الحين. الوضع جدا مزري يا جماعة الخير. الله يستر ماني لاقي في هالجبال ذي قاعد ادور. وهذا العالم كله الحين قاعد ادور على فحان. الله يستر بس الله يستر. جماعة الخير ما يدق عليه ما يرد ما يرد ما ادري وينه. وصلنا اليوم